والله يا سعد الحارثي، الواحد ما يدري ايش يقول لك، ولكن انت المفروض اول شيء تحترم التيشيرت اللي انت لعبت له. يعني المفروض تحترم له اكثر من النصر. النصر قعد فيه 7 سنوات ما حققت فيه ولا بطوله. الهلال لعب معاهم 12 مباراه حققت فيها بطوله. فمين المفروض اللي اصلا تدافع عنه، ومين المفروض اللي تحترمه؟ ثاني حاجه، اي لاعب عارف ما عاد عنده ألبوم جديد، اسطوانة قديمة زي عباس إبراهيم، سعد الحارثي زي عباس إبراهيم، آخر ألبوم يمكن 2001 ما عنده شيء جديد، فصار يقول الهلال ليه؟ عشان يرجع ينشهر ويرجع له اسم في الساحة. فالهلال البوابة الوحيدة اللي يقدر منها أي حد إعلامي يبغى ينشهر بيقول الهلال، لاعب يبغى ينشهر بيقول الهلال، لاعب يبغى عقده يرتفع في نادي يسجل في الهلال. اي احد، اي احد يبغى شيء يقول الهلال، يسجل في الهلال، يحرص من قلبه قدام الهلال، يغطي صح قدام الهلال. فالهلال سبحان الله يعني مصدر رزق ترى لكثير، بعد الله الهلال مصدر رزق لكثير. فاي احد يبغى شيء بس يحط الهلال في الواجهة، وباذن الله ترى راح ينشهر وراح يعلى عقده ويجي رزق من حيث لا يحتسب، بس انت قول الهلال. فالهلال معروف انه شماعة لفشل كثير، الهلال في اي حاجة ينحط. خسروا مباراة قالوا دعم هلال، ما ادري ايه قالوا هلال، هذا هلال هلال على طول، ما فيه يمكن كده دوب صح من النوم سعابيله وغطاش في عيونه في كل شيء، ها يصحى مو داري ايش يرجع، قال له قال الهلال رماها كده بس ما يدري السالفه. هلال في قانون في مدري هلال هلال هلال. طيب ليش الهلال؟ هلال خلاص هلال كده، يقوم الموضوع هلال تحكيم هلال، برضو مين بيشيل الدوري؟ الهلال. اسيا مين؟ هلال. هذه ما تقدر تقولوها. مين الفريق القوي؟ هلال. هذه الاشياء ما تقدر تقولوها، بس اي شيء يغطي فشلكم ولا يخليكم تصيروا في الإعلام أقوياء ويكون لك اسم هلال. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهلال رمضان إيش؟ هلال. ما هذا يمكن ما تقولوا هلال أصلاً، تقولوا رمضان سيدة، هلال لا. طبعاً اللاعب والله العظيم أنا متربي 10 مرات وإنسان كويس وخلوق ومحترم، وأنا كهلالي والله العظيم ما ودي إني أتكلم عنه بشيء، لأني أحبه، والمحبة من الله والقبول من الله يا أخوان. حتى أنه كان مع فريقه 8 سنوات ما حقق ولا بطولة، جانا ولعب 12 مباراة بس حقق بطولة معنا. هكذا تجازي الإحسان بالإحسان؟ المفروض أنك ترد الإحسان بإحسان ما بترد بإساءة. لا أتوقع لما جيسوس قال الكلام البارح انتهى، ما عاد اقدر اقول شيء. انا قال لك الضعيف هو اللي يتعذر بالتحكيم واللي ما يقدر يفوز، الضعيف اللي يحاول يقلل من امكانيات الهلال ومن انجاز الهلال التاريخي، لكن تبيها تحكيم؟ تحكيم احنا رمضان وامطار، والله يستر اموركم ويوفقكم ويرزقكم اللي تبونه، تم تبون تحكيم خلاص تحكيم، احنا نادي تحكيمي. بس لا تسال تكدر خاطرك، ترى المباراه الجايه بنوصل 30 انتصار، لازم يكون عندك مناعه ولازم تتعود على الشيء الجاي. السلام عليكم. قبل ادخل في الموضوع خلينا نتفق اتفاق، مو بالضروره اي لاعب معتزل ينفع يصير محلل او ناقد رياضه. عشان ابسطها لك، مو بالضروره سائق الفورمولا او الرالي بعد ما يعتزل يقدر يصير ميكانيكي سيارات، لازم يكون دارس الشغله. ترى حتى التحليل والنقد يحتاج دراسه وثقافه. تعرفين انا بتكلم عن من؟ تصريحات الكابتن سعد الحارثي والكابتن محمد نور. كابتن سعد الحارثي حاول يقلل من انجاز الهلال وقال ذكر لي نادي يلعب في دوري كبير قدر يحقق مثل هذه السلسله من الانتصارات المتتاليه. مذيع ما خلاه وقال له، قال له السيتي وريال مدريد. بس سعد الحارثي ما عجب هذا الموضوع وما اقتنع. هل هو يقصد انه لو الهلال كان في دوري اقوى من دورينا كان ما قدر يحقق مثل هذه السلسله؟ معناته دورينا ضعيف. دورينا الضعيف ناديك اللي انت تحبه وتشجعه احد عناصر هذا الدوري الضعيف. خليني بعطيك معلومه، في موسم 2019-2020 في دوري ابطال اوروبا بايرن ميونخ حقق 15 انتصار متتالي وحقق البطوله، خلاص ما في رقم اكثر من كذا عشان يكسرها. دوري ابطال اوروبا تعتبر من اقوى البطولات، فينا تصنفها اقوى بطوله كاس العالم للمنتخبات. انا متاكد لو الهلال حقق مثل هذا الرقم في دوري ابطال اسيا كان انت بتقول دوري ابطال اسيا اضعف من اي دوري. انا متاكد. كابتن سعد الحارثي يقول لا بس الهلال دعم عشان يقدر يكسر مثل هذه السلسله من الانتصارات باحتساب ركلات جزاء وغيرها. خلينا نقول شغله، برشلونه في 2017 لين 2019 على موسمين يوم كان هجومي جدا ويحكي الخصم في ملعبه لم يحسب ضده ركلات جزاء، تحصل على 32 ركله جزاء. في موسم 2015 2016
برشلونة تحصل على 19 ركلة جزاء في موسم 2014-2015، ريال مدريد تحصل على 13 ركلة جزاء. أنا قاعد أكلمك على المواسم اللي كانت هذه الفرق تعتبر مواسم هجومية وتستحوذ على الكرة وتحكي الخصم في ملعبه، فشوف عدد ركلات الجزاء تحصلت عليها. الغريب في الموضوع أنه هي أول ما بدأ مثل هذه السلسلة في الانتصارات من 3-4-5-6-7 ما حد كان يتكلم، كان يرى أنه تحقيق الهلال صعب لمثل هذا الرقم من سلسلة الانتصارات، ولا حد كان يقول أن الهلال مدعوم وأن يتحصل على كرة جزاء أبدا، لأنهم كانوا متوقعين أن الهلال ما يقدر يكسر الرقم، بس الهلال فوق كل التوقعات صدمه وكسر الرقم، فصار يقول أن الهلال مدعوم من اللجان ومن التحكيم وغيره وغيره. صار مثل لما يشوف واحد ناجح يقول يا رجال واسطة، إذا شاف بطل كما شاف قال يا رجال هرمونات. كابتن محمد نور يقول لك أن الهلال ما تحصل على كرة حمر، وأن الفرق ضده تحصلت أكثر فرق تحصل على كرة حمر اللي تلعب ضده. المذيع ما خلاه وجاب الإحصائية صدامة. طبعا الكابتن محمد نور المفروض كان يقول إيه بس الهلال لما أخذ كرة حمر ما أخذها على لاعبين مؤثرين، يعني لازم يكون كابتن فريق ولا لازم يكون هداف هو اللي ياخذ كرت أحمر في الهلال عشان هو يقتنع بالكرت الأحمر. نروح حق مدرب ضامك اللي قاعد يصدر بكائيات وصدر أزمة في المؤتمر الصحفي. مو طالبنا إنك أنت جاهل في القانون أو في قانون التحكيم، ترى أنت فضحت نفسك بنفسك، وجميع المحللين اللي كانوا يتكلموا وكانوا يدعوا المظلومية نادي ضامك أمام الهلال، ترى كلكم فضحتوا نفسكم، كنتم ما فاهمين في التحكيم وضحكتوا العالم عليكم والله العظيم. يعني في الوقت اللي احنا فيه الآن بعد تميز الهلال في المباريات وسلسلة الانتصارات طلعت لنا سالفة انه الهلال اكثر فريق يحصل على بلنتيات، طبيعي جدا الهلال اكثر فريق يحصل على بلنتيات، فريق قاعد يضغط، فريق قاعد يهاجم، فريق ما يعطيك فرصة انك تلعب، فريق 80 دقيقة من المباراة اذا مو اكثر في منطقة جزاء الخصم، اكيد حيحصل على ركلة وركلتين وثلاث، واكيد حيحصل على طرد. انت سوي زي الهلال، انت هاجم وضغط الفرق زي الهلال وصدقني بتحصل على بلنتي وبلنتيين وثلاثة. ترى يعني معلومة يمكن كثير يجهلها، ترى بلنتيات جزء رئيسي في لعبة كرة القدم، يعني طبيعي ترى محاطين بلنتي عشان الحاجات هذه. يعني ما أدري، خلصت الأعذار، خلاص صار ما عندنا أعذار الحين. كل ما جاء بلنتي بلنتيات، كل ما فاز الهلال تحكيم، كل ما سوي زي الهلال وأمورك طيبة إن شاء الله، تجرى وسوي زي الهلال. بس اللي يقول لك الهلال يكسب بكل مباراة بلنتي، هذا نتيجة هجوم الهلال القوي. هجوم الهلال القوي ما يقدر يوقفه دفاع المنافس ألا يكسب خطأ، ألا لازم يسوي خطأ، ما يقدر يوقف هجوم الهلال بكل السهولة هذه، عشان كذا الهلال يكسب بلنتيات. أما اللي يجيك خربط هذا حكام ومدري وشو، هذا يبي يفرغ شيء داخل قلبه. لكن لو تسأله بينك وبينه ترى مقتنع هو أن الهلال قوي وأن الهلال ملك آسيا وسطوته عالية، مقتنع هو بالشيء هذا، بس يحب يفرغه. يا جماعة الخير، كل مباراة للهلال لازم تسمع التحكيم، والتحكيم سوى. طيب الهلال قاعد يحقق بطولات وقاعد يفوز، انت لا فلحت لا بالتحكيم ولا بغيره، انت فوز بس وحقق بطولة زي الهلال. انا مو هلالي والكل يعرف ميولي، لكن انت فوز مثل الهلال بس وحقق ان شاء الله بتحكيم، ولا عسى الله الحكم يشلم كورة بنفسه ويدخلها الجول. همشي فوزوا بس وحققوا بطولة زي الهلال، فكونا من ذا الهرج. كل مرة كل مباراة واحنا طالعين بهذا الموال، طيب ايش هنا من هذا الموال؟ ركز على فريقك وخلي الهلال. اولا زيد الصبر عندك اللي منتظر ان الهلال يتعثر والسلسلة تتعثر، هذه كلمة موجهة لك تمام، ويلا صيحوا وتبكبكوا، لانه هذا اللي تعودنا عليه بعد كل فوز، حتى ولو كان الفوز ما فيه ولا حاجة، البكائيات موجودة وجمهور الهلال طنشوهم من الاخر. يا جماعة الخير، نادي الهلال قبل شوي قدم شكوى على الجهات المختصة ضد الاعلامي، وكان لاعب سابق وكان يقول أمس أن الهلال يفوز بعوامل أو عوامل أخرى، ويقول ليش الهلال بس اللي يفوز، وعمرك شفت نادي يفوز ب29 فوز متتالي؟ يقول أن الهلال يفوز بمجهوده ولكن في عوامل أخرى. أنت عارفين منهم، ما ودي أقول اسمه ولكن معروف.